الخبر الاول اللي عدنا عن يارا مار وردها وتهديدها القمر مار ونور مار. خاصة بعد من نور مار وقمر مار نزلوا شوية ستوريات من الواضح اللي يوضحون بيها انه يارا هي قاعدة تحرض متابعيها على انه يسوون بلاغات على فيديوهات قمر مار، مو بس على الفيديوهات وانما على الصور وفيديوهات اليوتيوب والانستغرام وحتى التيك توك. رغم انه يارا طلعت ونكرت كل هذه الاشياء بعد نشرت هذا الستوري اللي كاتبه شفتوا الالعاب الوسخة اللي عم بتصير لحد الان، ما عرفت ليش كل هالالعاب الوسخة. واللي تقصد انه قاعدين يتهموها انه هي قاعدة تسوي كل هذه الاشياء والتحريضات رغم انه هي ما مسوي شيء من الاساس. وبعد نشرت هذا الستوري لواحد من المتابعين يقول انه هذه الالعاب الوسخة رغم انه يارا عدا الماضي والحاضر من هذول الاشخاص، ولكن هي ساكتة لان تقدر تفضحهم. واللي اتوقع انه قاعدين يهددون بالفيديو اللي هم عدهم اياه على قمر مار، فيديو عند هياوية المحامي اللي هذا الشيء طبعا قلت لكم اياه انا بهذا الفيديو بمحادثتي ويا يارا، كانت تقول انه عدها فيديو على قمر تثبت بيه انه هي مهددة وهي قاعدة تحكي للمحامي. فاتوقع انه هي حان وقت انه تنشره، خاصة انه هي حطت لايك لواحد من البوستات اللي يقول انه هي راح تنشر هذا الفيديو. طبعا بعدها ردت قمر مار، ولكن نوعا ما رد مالتها غريب. فنزلت هذا الستوري كان كاتبه بي تسكت لان ربك هو اللي شايف وعارف وما تحتاج بالمره انك تحط الدافع او مبرر، خلاص كفايه اللي عم بيصير. واللي تقصد انه الله شايف كل شيء، سواء انت قاعد تكذب الله عارف كل شيء راح يكشفك. فطبعا الجمهور قسمه وقسمه اللي قاعدين يحللون من عندهم اللي يقولون انه قمر تقصد نور مار او هي تقصد يارا مار. فهي ممكن انه تقصد نور انه هو مهددها من هذا الكلام، او يمكن تقصد يارا بالتحرض اللي قاعد يصير انه الله عارف انه هي قاعده تحرض وهي تسوي نفسها مو هي. فما ادري صراحه اكتب لنا حبه بالكومنتات شنو توقع عندكم لهذا الموضوع. ننتقل حاليا لاحمد ابو الرب وقصفه لغيث مروان. فغيث مروان نزل على حسابه بالانستغرام هذا البوست، وهذا البوست كان بهذه الصوره كاتب عليها شو بتتوقعوا مين شفت. فاحمد ابو الرب رد عليه وكتب له كومنت على هذا البوست كاتب له حد لسه صاحبك، ولو هو يقصد انه غيث مروان سوى مشاكل ويا كل اصدقائه بحيث خسر كل اصدقائه وبقى هو حاليا وحده، وانه كل هذا اللي سواه على مود نارين بيوتي اللي هو سوى مشكله بينه وبين احمد ابو الرب بسببها. فاكتبوا لنا حبابكم انت شو رايكم بكلام احمد ابو الرب وهل ممكن تصير مشكله بيناتهم او لا. ننتقل حاليا نور مار ومريم والتقاهم ويا بعض اللي هي اخت اسو. فنزلوا شويه ستوريات انا ويا بعض، وبنفس الوقت عندي علوم من خلال انه راح ينزلون مقاطع ويا بعض، ومن الواضح انه اكو تحدي ومريم خسرتها فصارت تقول بالستوري انه نور مار معلمها. راح اعطيكم الستوريات تشوفوها. طيب فهمانكم مين هي مريم؟ عم تجوا تسالوني مريم مريم من تبع مريم. بتعرفي حدا اسمه مريم؟ لا ما بتعرفي حدا اسمه مريم صح؟ ها؟ واسالون عليه. ما ادري ما في خلاص بتكون انت ومريم يا شيخ. اني بالتحدي الكل بجدي، واني خسرت يوم ويا التحدي ويا المعلم نور مار. يا جماعه انتظروا الفيديو باكر راح تشوفون شنو راح يصير على اليوتيوب. فيلا باي. اخر شيء نختم ببرهم والمقلب اللي سواه كارولين. لو كان يريد يحاول يبوسها اقدر راح احط لكم هذا الفيديو شوفوه، شوفوا رده فعل كارولين رهيبه. كارولين فيك كم الكنزه؟ انا شبك؟ شبك؟ شو عم تعمل؟ عم شمل لك الكنزة. فكرت شي تاني. شو شي تاني؟ ما بعرف. وصلنا هنا وصلت المقطع، فجروا المقطع باللايكات يا حبايب ربي، لازم تفجروا هالمقاطع باللايكات، ترى كلش قاعدين نتعب، او كلش انا قاعد اتعب. فبس جاكم فيزي مقاطع من القصص، مع السلامة.